مساء الجمال على كل ليدي متابعينا النهاردة حلقتنا شوية صعبة بعد التليفونات اللي جات لنا كتير عن أسئلة عن التصبغات والكلف النهاردة حلقتنا قلنا نتكلم ونخليها عن موضوع الكلف والتصبغات وتوحيد لون البشرة في أول حاجة أول حاجة نتكلم عنها الكلف الكلف ملوش سبب معين غير غير فترة الحمل بسبب الهرمونات بسبب تعرضك للشمس والاشعه الفول بنفسجيه طبعا المضره جدا وده اللي قلنا عليه على موضوع واقي الشمس طبعا وفي علاجات طبعا بتزود الكلف اللي هي زي مثلا للهرمونات الغده الدرقيه دي من اسبابها اللي بتخلي يظهر كلف تصبغات التوتر والقلق المستمر بسبب الكلف وبيسبب التصبغات في وقت كده زمان يعني أهلنا زمان كان يقول لك ايه لما تنبسطي يقولك وشك منور بس تزعلي وشك يضلم وده فعلا يعني ان الزعل ان التوتر بيخلي نوع من التصبغات بتعلى في الجلد طيب <applause> علاجها كذا علاج في منهم اللي بيلجا للتقشير الكيميائي في منهم بيلجا لليزر في منهم مثلا بنعالج في البيت طيب العلاجات اللي بتبقى على ايد المختصين والعلاجين او الاطباء بيبقى في انواع من العلاج زي التقشير الكيميائي وساعات بيقلب بتصبغات اكتر ليه لان انا بعد ما بعمل التقشير الكيميائي ما بعمل ما بتبعش العلاجيات او الطريقه اللي بعد الاستشفاء من التقشير بتعرض للشمس عادي بحط بحطش سان بلوك اللي هو واقي الشمس ما بحطش مرطبات كفايه لان يعني التقشير بيحتاج مرطبات طيب والليزر الليزر انا بشوف نتيجته انها بطيئه بطيئه جدا يعني و... وتاثيرها مش قوي التاشير بيبقى اكتر الحاجات الطبيعيه ممكن يكون تاثيرها اقوى طيب نبتدي باول حاجه نقولها لعلاج الكلف بعد ما سالونا وطبعا في الكلف بيظهر في الوش وفي الاماكن الحساسه ممكن نشوف كده صوره للكلف نازل صوره للكلف دي صورة للكلف بس بشكل عميق شوية يعني هو بيبقى درجات تمام في أقل ممكن نزل الصورة الثانية أيوة ده بيبقى أقل يعني بيبقى أكتر موصلش لل... ما وصلش أهملناهوش لدرجة إن هو تفاقم الحالة طب بالنسبة لو الحالة زي ما احنا شفناها الأولانية صعبة جداً بنروح لاخصائي طبعا ما ان حد يعمل التأشير الكيميائي القوي اللي هو العميق في البيت لانه مضر وليه درجات ويعني وليه حاجات تانية فلازم يكون عند اخصائي او طبيب طب بالنسبه للبيت هنعمل له تأشير خفيف بطيء بطيء اللي هو نقدر نحجم لو حصل التهاب حصل حاجه لان احنا بالطبيعي بنشيل طبقات الجلد عشان طبقات جديده تطلع آه تكون التصبغات فيها اقل وكل ما ده بتقل بنجدد الطبقات الجلد وبيطلع احسن طيب نستخدم ايه في التريت سبوت التريتو معروف اصلا للكلف يعني من اكثر الكريمات اللي بتتوصف لحالات الكلف بس ما ينفعش استخدم مقشر من غير ما استخدم معاه مرطب قوي زي الكربميد او البيبانسين يعني ده مع ده ما ينفعش احط بس تريت سبوت لوحده ممكن ننزل شكل الكريم ده تريت سبوت بتحطي منه على مكان الاصابه وبعديها بخمس دقايق بتسيبيه وبعدين بتحطي الكربميد لو بشرتك حساسه قوي يعني بتحمر بسرعه وبتلتهب بسرعه فبنضطر نحط معاك كربامين بشرتك قوية أو جلدك قوي فبنحط البيبانسين وطبعا الصبح لازم واقي الشمس لازم واقي الشمس التأشير من غير واقي شمس هيزود التصبغات واقي الشمس مهم مهم للتصبغات مهم لبشرتك مهم ان بشرتك اصلا تبقى متماسكة ما تتهلكش <applause> طب لو ما قدرناش نعمل ده كله نجيب الكريمات وخوفنا من التقشير الكيميائي او جلسات الليزر هنبتدي نعمل وصفات في البيت طبيعيه بس هنروح فاصل ونرجع مع الوصفات الطبيعيه نرجع لموضوع البطاطس تمام هنقسمها نصين ونحط عليها قطرتين وعلى المكان المصاب وهندلك عشر دقايق وبعدين بنشطفها بميه دافيه وبعد ما بنشوفها بمية دافيه بنحط طبعا التونر بتاعنا تمام خلي التفاح خلي التفاح من ال من المواد القبضه يعني ايه قبضه؟ يعني بتقفل المسام بترجع اللون طبيعي بتاع البشره بترجع تماسك البشره زي ما هي فمهم جدا وفي ماده البيتا كاريوتين بيتا كاريوتين طبعا كلنا يعني مش كلنا نعرفها في بيعرفها وفي لا تمام بس هي ماده مهمه جدا للجلد للتماسك للفيتامينات بتاعه الجلد هنعمل ايه اربع معالق خل واربع معالق ميه بنحطهم على بعضهم بندوبهم كويس وبعدين بنمكان مصاب وبنحطها عليهم 10 دقايق وبعدين بنغسل وشنا واكيد بنشوف فرق نفضل على الطريقه دي مرتين في اليوم لحد ما نشوف فرق واضح بتفتح أه هقول على حاجه ما بتخلاش من اي بيت البصل الاحمر البصل الاحمر ممكن الناس بتتضايق من ريحته. بس للكلف مهم جدا لانه غني بفيتامين سي ومضادات الاكسده فميه البصل الاحمر لو نعملها على وشنا في اليوم مرتين او شريحه سلايز يعني ونمررها على المكان المصاب هتلاقي فرق هايل طبعا مرتين في اليوم لحد ما بنلاقي نتيجه وفي طبعا حاجات تانية الصبار وقش البرتقان واللوز وخشب الصندل وصفات كتيرة جدا للكلف آه وتأكدوا ان ربنا ما بيخلقش داء الا وله دواء نيجي للاماكن الحساسة الاماكن الحساسة طبعا تقشيرها او تفتحها غير اي مكان كل مكان في جسمك بيكون ليه طريقة في التعامل وطبقات وسماكة غير التانية يعني ما ينفعش اللي بنعمله على الوش نعمله في الأماكن الحساسة نعمله علي إيدينا نعمله مثلا في ظهرنا كل مكان وليه سمك وكل جلد وليه تعامل الأماكن الحساسة وحوالين الفم وحوالين العين دايما ليهم معاملات خاصة لما هنبتدي فيهم تأشير أو الخلاطات أو أي شيء اعرفي لازم مرطب لازم مرطب عالي زي الكرباميد في مرطبات عالية زيت جوز الهند كل الحاجات دي بتدي نتيجه كل ما ترطبي اصلا الجلد بيديكي مرونه بيديكي تماسك بيديكي رونق بيديكي حيويه في المكان فالاماكن الحساسه لما نعمل ليها تقشير هنعمل لها خمس ايام بس وبنكون خالطين قد كميه التقشير قد كميه المرطب يعني مثلا لو حطينا اكراتين كريم الاكراتين هنحطه ونحط معاه نصه آه الكرباميد ونخلطهم كويس وبعدين نحطهم على المكان قبل ما ننام قبل ما ننام المكان اللي بيتقشر دايما ما يبقاش عرضه للشمس ما يبقاش عرضه للاحتكاك ما يبقاش عرضه انه ما يتهواش او ما ياخدش نفس النظافه 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 الاماكن الحساسه بطريقتها الصح بالغسولات الصح في كل صيدليه بتختاري غسول كويس رطب اللي هو بيبقى فيه مرطبات يعني ما يجففش المكان قوي وبعدين بنحط التركيب اللي احنا قلنا عليها لمدة خمس ايام هتلاقي فيه تقشير بعدين بتوقفي وتبتدي ترطيب 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 نظافة وترطيب نظافة وترطيب لحد ما نلاقي نتيجة تعجبك وبسرعة فاصل ونرجع مع بعض لتوحيد لون البشرة يعني بعد الفاصل توحيد لون البشرة ده شيء للي ما عندوش حاجه يعني مثلا ما عندوش كلف ما عندكش ندبات ما عندكش حاجات للحبوب يعني مثلا أثر الحبوب بس عايزه اوحد لون البشرة يبقى هنا زي هنا زي هنا كل واحد ازاي طب ايه اسبابها ان انا مثلا وشي بيتصبغ او بيطلع له بقع 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 ممكن جيب صوره للتصبغات وبتظهر كمان في انحاء الجسم صوره للتصبغات زي كده مثلا دي بتظهر ممكن في الجسم ممكن في, في الوش بس اكتر حاجه بتظهر في الوش للسيدات طب ايه اسبابها اسبابها المكياج الهايكوبي يعني ما يكونش اصلي ليه بقى لانه بيستخدموا فيها كيميكال يعني والكيميكال احنا ما بنستخدمهاش ما بننصحش بيها في الغسولات وفي التونر وفي المعالجات ان يكون في كيميكال دار فهم بيستخدموا كميات كيميكال عاليه ما فيهاش معالجات ودايما الماتيريال اللي إنتي بتستخدميها في الميك اب لو مش اصليه بلاش منها في الغسول بلاش الكيميكال في التونر بلاش الكيميكال كل الحاجات دي بتؤدي للتصبغات بتؤدي للجفاف فالجفاف بيؤدي للتقشرات والشكل بيبقى مش حلو طيب الحل طيب الحل ان احنا مثلا نستخدم حاجه طبيعيه زي يعني مثلا بدل ما نجيب غسول وبراند غالي لا طب ممكن انا استخدم بداله آه صابون الجلسرين مرطب وحلو للجسم وللوش كمان بعديها طب انا عايز اعمل تونر ومعيش اجيب برند تونر كويس انا ممكن انقع شويه شاي اخضر وعليهم معلقه خل وده واسيبهم يبردوا واعملهم تونر قابض للمسام مضاد اكسده آه وحاجه طبيعيه المكياج احنا مع كل حلقه هننزل لك مثلا زي المسكره العلاجيه تدي نفس الافكت يعني نفس النتيجه نفس النتيجه بتاعة المسكره اللي هي الهاي كوبي وارخص وافيد طب ممكن نعمل تاند او ممكن نعمل روج بس هنعملها بحاجات طبيعيه في كل حلقه هننزل لك طريقه وتابعونا على صفحتنا صفحه ليدي هنبقى معاكم طول الاسبوع والاستفسارات والاسئله وخلطات مكياج و وكل اي حاجه عندكم عايزين تسالوا عليها في الميك اب ازاي اعمل ميك طبيعي في البيت ازاي اعالج مشكله عندي هنجاوبك طول الاسبوع على صفحتنا في ليتي نرجع لموضوعنا توحيد لون البشره عشان نوحد لون البشره لازم نشيل الطبقه اللي فيها تصبغات فوق ده كله الفيتامينات مضادات الاكسده فيتامين اي فيتامين اي فيتامين سي. كل دي مضادات اكسده ممكن تاخدي مثلا للفيتامين في جسمها تمام وصحتها تمام ناخد فيتامين اي وفيتامين e. كل يوم حبتين لمده 10 ايام هتلاقي وشك اصلا هيبان عليه انه فتح من غير اللي هنقوله كمان طيب انا عايزه اخلي وشي كله فلات يعني حته واحده لون واحد مفيش تصبغات مفيش بقع هنعمل تأشير اسبوعي هنجيب. الاكراتين وهنحطه قبل ما ننام مره واحده في الاسبوع ومعاه مرطب طبعا قبل ما ننام وتحت عينينا طبعا حوالين العين حوالين الفم ما نجيش ناحيتهم بالتقشير هنعمل حاجه حلوه قوي في آه كريم مرطب البيبانسين تمام وفيتامين اي وفيتامين اي هناخد منه كبسوله ونكسرها في علبه فاضيه اي علبه فاضيه عندك اي علبه فاضيه بنكسر فيها حبايه من دي وعلبه تانية هنكسر فيها حبايه من دي ونخلط عليهم البيبانسين وده هيبقى الكريم المرطب بتاعك كل يوم قبل ما تنام تجعي هتروح تروح هتخف كتير الهالات هتروح آه هتلاقي نتيجه حلوه جدا حوالين أنك يبتدي ينور بس كل يوم قبل ما تنامي تستخدميها الغسول قبل ما ننام واول ما نصحى التونر قبل ما ننام اول ما نصحى ولو مش قادره طبعا انا قلت على البدايه الصن بلوك الصن بلوك. انا باكد عليه للمره المليون في ناس بتقول انه مش مهم آه انه حاجه عاديه الصن حمايه حمايه احنا اشعه الشمس الحراره نفسها دلوقتي بقى فيها بقى فيها حاجات تضر وشك اكتر ما بتفيده فدايما الصام بلوك فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مع بعد الفاصل وبنقول لكم تابعونا تاني على صفحتنا صفحة ليدي وكل استفساراتكم هنكون معاكم طول الأسبوع والحاجات اللي عايزة أشرح وكده نخليها في حلقتنا كل ثلاث وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله